مساء الخير. طبعا الذكرى الأولى لوفاة قداسة البابا شنودة الثالث. الحقيقة شفنا قداسة البابا تودروس الثاني وهو بيتكلم عنه. حقيقة تواضع البابا تودروس تواضع كبير جدا 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 في كلمته، لما قال أنا بحس إن أنا صغير بجانب قداسة البابا شنودة. حقيقة البابا شنودة شخصية لا تتكرر إطلاقا. طبعا في بعض المآخذ السياسية على قداسة البابا شنودة من البعض، أنا ماليش علاقة بها المآخذ السياسية، لأن المآخذ السياسية بتؤخذ تحت ضغوط. أي إنسان حكيم في هذه الحياة ممكن يتعرض لضغوط ويتعرض لمواقف، لكن أنا النهاردة مش بصدد ده خالص. أنا النهاردة بتكلم عن البابا شنودة الإنسان، عن شخصية البابا شنودة الفكاهية المرحة، وعن بعض المعجزات اللي حدثت مع قداسة البابا شنودة. هو في معجزات حصلت من البابا شنودة، لكن أنا النهاردة مش هتكلم عن المعجزات اللي حصلت من بابا شنودة، دي ممكن تقروها على النت وموجودة. البعض الآخر بيبص لنا إنكم أنتم بتألهوا البطاركة بتوعكم، أو بتألهوا الكهنة بتوعكم أو الرهبان بتوعكم. لا، هي مش عملية تأليه، إحنا ما بنقلهش. لكن هو ربنا بيدي الناس اللي كويسة اللي ماشية معاه، البعض منهم من الرهبان والبعض منهم من البابوات، بيديهم قداسة وبيديهم بركة قدام الناس عشان يتمجد عمل الله فيهم. احنا ما بنعبدش الرهبان او بنعبد البابوات او غيره، لكن ليهم قداسة، وربنا بيسمح بحدوث حاجات اعجازية على ايديهم، ده لتمجيد هؤلاء القديسين. ليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، دي آية موجودة في الإنجيل، إن ربنا بيصنع مع بعض التابعين له معجزات، مش عشان نعبد هذا الشخص، هو بيديله كرامة، كرامته من كرامة الإيمان، فدي شيء لا يتعارض مع محبة الله ولا مع دعوة الله بالمحبة وبالصلاة. البابا شنودة شخصية عبقرية جدا جدا جدا، يعني احنا هنقول ان اراد الله ان والدة البابا شنودة تموت في اليوم الثالث لولادته، وان البابا شنودة تتبنى في الرضاعة مجموعة من الامهات كتير، منهم المسيحي ومنهم المسلم، فكان ليه امهات كتير، انسان يتيم ليه امهات كتير. اراد ربنا لهذا الانسان اليتيم اللي ليه امهات كتير ان يجعله اب لكثيرين واب للملايين، من يتيم ترعاه بعض الامهات الغريبه الى اب يرعى الملايين. انا هنقلكم من الجو الحزن شويه لجو الفكاهه، هذكر بعض الفكاهات عن قداسه البابا شنودة. والغريبة أن نكت البابا شنودة اللي كان بيطلقها في بعض الأحيان، أحيانا كانت تبقى نكت بسيطة وظريفة، وأحيانا أخرى كانت نكت ليها مدلولات وليها بعد، ليها مدلولات وليها بعد، يعني ما كانش بيقول أي كلام كده وماشي. لا، لو فكرت في الكلام هتلاقي أن الكلام والنكت بتاعته زي ما أشعاره ليها أبعاد وليها معاني، لا كمان النكت بتاعته ليها أبعاد وليها معاني. هنقول نكتتين بساط، والنكتة الثالثة اللي ليها أبعاد. النكتة الأولى أن أحد الناس الصعايدة اللي هم بسطاء جدا كان حاضر في الاجتماع بتاع يوم الأربعاء بتاع قداسة البابا في الكاتدرائية، وانبسط قوي من قداسة البابا، فبعد ما خلص قداسة البابا هل على قداسة البابا، عايز يقول للبابا أنت قاموس يا سيدنا، يعني عايز يقول له أنت علامة أو أنت إعجاز أو أنت قاموس.
فمن لغته البسيطة قال لسيدنا البابا: أنت جاموسي قداسة البابا، أنت جاموسي قداسة البابا. فرد عليه قداسة البابا قال له: بس فين العجول اللي تفهم؟ العجول اللي تفهم، فين العجول اللي تفهم؟ دي واحدة من النكت. النكتة الثانية أن كان قداسة البابا قاعد مع الراحل شيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي الله يرحمه، وكان معروف أن دايما بين الاثنين علاقة ود وعلاقة محبة، وكانوا دايما يتقابلوا مرة في الكاتدرائية مرة في الأزهر، ومراسم التقابلات ما انقطعتش أبدا. ففي يوم من الأيام أحد الأعياد كان قداسة البابا موجود في الكاتدرائية، وجاله شيخ الأزهر ومعه وفد من الأزهر يهنيه بالعيد. وطبعا شيء طبيعي أن قداسة البابا كان حاطط الموبايل بتاعه، فكل شوية أثناء الاجتماع يرن التليفون يرد عليه قداسة البابا، يرن التليفون يرد عليه قداسة البابا. فالشيخ الأزهر بكل عفوية كده وبساطة بيقول له: يا قداسة البابا، يعني كل شوية الموبايل يرن ترد عليه، الموبايل يرن ترد عليه، كل التليفونات ليك، مفيش مرة تليفون لنا احنا؟ فرد عليه قداسة البابا قال له: صدقني التليفون بيرن جرس، فبرد عليه تبقى المكالمة ليا، أول ما يرن أذان يبقى المكالمة ليك واديها لك. طبعا ضحكوا الاثنين وانبسطوا كنوع من الدعابة. دي مواقف سريعة فكاهية، لكن في نكت ليها مجالات بعيدة. يعني في مرة في لقاء تلفزيوني مع إحدى المذيعات في ليلة عيد، فبتقول له: نعرف عنك المرح يا قداسة البابا، يا ريت تقول لنا نكتة. فقال لها: خلاص أوكي هقول لك نكتة. فقال لها: واحد ماشي في الصحراء وطلع له أسد، فهو خاف من الأسد وقعد يجري، الأسد قعد يجري وراه، يريح في المشي الأسد يريح، يجري الأسد يجري وراه، في الآخر راح قال لك: بس ما بديهاش أنا هموت. فقعد الراجل يصلي عشان الأسد ما يكلوش. الراجل قعد كده وقعد يصلي، بص لقى الأسد قاعد بيصلي، فاستغرب الراجل قال له: الله، طب أنا بصلي علشان أنت ما تاكلنيش، أنت يا أسد بتصلي ليه؟ قال له: معلش، أصل أنا متعود أصلي قبل ما أكل. طبعا النكتة دي ما تعديش كده، دي ليها هدف وليها رمز. قداسة البابا ساعتها قالها، وزي ما تقول يعني الحزن اللي يولد ضحك، او لما يقول لك يرقص مسبوحا من الالم، رقص مسبوح من الالم. كان اولاده كلهم بيضيعوا ضحايا ارهاب وضحايا فتن وضحايا ناس بتتمثل بالدين احيانا. فهو قالها ان في ناس بتصلي ربنا عشان ربنا ينقذها، وفي ناس بتصلي قبل ما ترتكب جريمة قتل. وكان دي ليها مدلول وليها معنى عميق، لكن قداسة البابا صاغه في صورة نكتة، ولكنها في الحقيقة نكتة مبكية. دي جزء من الحاجات اللي هي عن مرح قداسة البابا. وما ننساش ان قداسة البابا كان ليه اصدقاء من المسيحيين والمسلمين، وكان لي ما ننساش ان هو زار شيخ الشعراوي هو في مرضه، وكان في علاقات بينهم وبينهم تليفونات كبيره، وبرضه بينه وبين الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر ربنا يديله الصحه وطوله العمر علاقات كانت كويسه جدا جدا جدا. وعشان كده احنا بنقول ان البابا كان بيطلق عليه بابا العرب، واول من اطلق عليه الكلمه دي كان ياسر عرفات، لان ياسر عرفات كان اول ما ينزل القاهره كان بيزور قداسة البابا في الكاتدرائية. نطلع من الجزء دوت نروح لجزء تاني خالص، جزء معجزات حصلت مع قداسة البابا شنودة. المعجزة الأولى دي مش محتاجة فكاكة، معروفة إن هو ساعة ما تأمر باعتقال قداسة البابا في أحداث التمانينات بتاعت رئيس الراحل أنور السادات وتم اعتقالهم، لو لم يتم اعتقال قداسة البابا في هذا الوقت كان هيبقى موجود على المنصة مع
الرئيس محمد انور السادات. وطبعا لما نعرف احنا ان الانبا صموئيل كان موجود على المنصه، كان قاعد مكان البابا شنوده، قداسه البابا شنوده، وتم استهدافه لدينه. معلش يعني هو اتضرب كرمز رجل دين، فضربوا السادات وضربوا قداسه الانبا صموئيل. فلو كان موجود البابا شنوده ساعتها على المنصه كان هيتقتل مع السادات. دي المعجزه الاولى. والمعجزه الثانيه هقولها بس في تعقيب. انا بحترم جدا السيد الرئيس محمد انور السادات الراحل، وبدعي ربنا انه دايما يغفر له ويسكنه جناته، لان بعتبر رئيس حسني مبارك رئيس السادات نقلنا ورفع راس الامه العربيه كلها والشعب المصري في حرب 6 اكتوبر. والحقيقه هذا الرجل راجل عبقري، وقل ان يجود الزمان بمثله. اي نعم في مآخذ في خريف الغضب هي اعتقالات رجال الدين، ولكن انا ما اقدرش اقول ان هو يعني خطا من الاخطاء تمحي تاريخ هذا الرجل، وان هذا الرجل رئيس دوله محترم في دوله محترمه، وسجل اسمه في التاريخ العرب بالنور وبحروف من ذهب. لكن انا هقول الاحداث كما حدثت. ساعه ما تم اعتقال قداسه البابا شنوده وتم ادعاء عليه بانه عامل جماعات مدارس الاحد، وساعتها رئيس السادات اختلط عليه الامر فقال لك الجماعات الاسلاميه من هنا ومدارس الاحد من هنا. عمر مدارس الاحد ما كانت بتدعو للارهاب اطلاقا، وعمر ما في كنيسه او في وعظه في انسان او كاهن قال للناس اعملوا شر او قابلوا الشر بشر، لكن طول عمر كنيستنا ومدارس الاحد بتدعو للمحبه، ودعوتها معروفه: احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. دي تعاليم الانجيل لا يستطيع لا كاهن ولا يستطيع خادم ان يحيد عنها، لانه لو حاد عنها تبقى في مشكله، تبقى في تعارض مع تعاليم الكتاب، وده مش ممكن يحصل. فهو حط الاثنين في ميزان واحد يعني. ما علينا، لما وصل الخبر بتحديد اقامه قداسه البابا شنوده بالدير، يعني يعتبر شبه اعتقال وان كان اعتقال مقنع يعني، وصل الخبر لمجموعه من الشباب الجامعي، فراحوا القداسة البابا شنودة أول ما صدر قرار الاعتقال. قالوا لي يا قداسة البابا ده صدر ليه قرار بتحديد إقامة وإلغاء قرار إنك تبقى البابا يعني. فردك إيه؟ قال لهم مش هرد بكلام، أنا هرد بالمزمور 52. مزمور 52 لإمام المغنيين داود النبي. يعني رد قداسة البابا على قرار اعتقاله هو المزمور 52. طب تعالوا كده نشوف المزمور 52 كان بيقول ايه. مزمور 52 كان بيقول: لماذا تفتخر بالشر ايها الجبار؟ رحمة الله هي كل يوم. لسانك يخترع مفاسد كموس مسنونة يعمل بالغش. أحببت الشر أكثر من الخير، الكذب أكثر من التكلم بالصدق. أحببت كل كلام مهلك ولسان غش. أيضا يهدمك الله إلى الأبد، يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستأسلك من أرض الأحياء، فيرى الصديقون ويخافون وعليه يضحكون. هو ذا الإنسان الذي لم يجعل الله وصيته، بل اتكل على كسرة غناه واعتز بفساده. أما أنا، بيتكلم عن نفسه، أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله، توكلت على رحمة الله إلى الدهر والأبد. أحمدك إلى الدهر لأنك فعلت، وأنتظر اسمك
فإنه صالح قدام أتقيائك. ده مزمور 52. لو قريت المزمور ده هتحسوا إن كل اللي اتقال فيه اتحقق. بيقول إن اللي عمل فيا كده هيقتلع من وسط قوته ومن وسط حصونه وينتهي من وسط الأحياء، لأنه يعتز بسلطانه وبقوته. أما أنا فكزيتونة خضراء أصلي إلى الله وتوكلت على الله. ده إحنا كنا شباب صغيرين ساعة ما سمعنا الكلام ده واستغربنا، وبعدين لقينا إن المزمور 52 بيتحقق بالكلمة وبالحرف. في معجزة تانية حصلت. يقال من داخل دير الأنبا بشوي إني طبعا لما تم تحديد مكان لاعتكاف البابا كان ليه قلاية معينة معروف مكانها تحديدا، ومعروف دي قلاية البابا شنودة ومكانه ما يخرجش منها. يقال بعد فترة ظهرت رؤية للأنبا سربامون رئيس الدير، رؤية انه لازم يروح للادي يجيب البابا شنودة من الجلاية بتاعته وبيته معاه. رؤية الأنبا سربامون راح لقداسة البابا قال له عايزك يا قداسة البابا، قال له ليه؟ قال له عايزك. قال له ليه؟ قال له عايزك، النهاردة هتبات معايا. فعلا البابا يروح يقعد في قلاية الأنبا سربامون. في هذا اليوم يسقط صاروخ موجه على القلاية بتاعت البابا شنودة ويسويها بالأرض. طبعا ربنا ستر وما كانش قداسة البابا شنودة موجود، وجت فرقة فعلا عينت المكان وقالوا اه ده الصاروخ ده وقع بالخطأ من في هذا المكان. وقع بالخطأ او وقع بطريقة محسوبة دي احنا ما نعرفهاش، يعرفها ربنا. لكن اللي نعرفه ان ربنا انقذ قداسة البابا من هذا المصير. في اكتر من رواية حصلت اثناء قداسة البابا ما هو كان عايش، ومعجزات حصلت لانقاذ البعض وكان فيها ليها دور للبابا شنودة. دي الحاجات دي ممكن تدخلوا على النت وتقروها لانها كتير، واعتقد انه بعد فترة هتظهر الكتير من المعجزات اللي تمت بواسطة قداسة البابا شنودة. يعني معلش انا هذكر واحدة منهم، ان في ست كانت غريبة وجاية مسافرة وكانت عايزة تروح الاجتماع بتاع يوم الاربع ومش عارفة الطريق في الكاتدرائية، فهي وماشية سألت واحدة. الست دي يعني ست مش مظبوطة، فقالت لها طب تعالي ده أنا رايحة هناك هاخدك معايا في السكة، وأخدتها فعلا وطلعت بيها في بيت. قالت لها هنشرب حاجة وهننزل نكمل مع بعض ونروح مع بعض الكاتدرائية. والست دي كانت بتضمر لها شر إن جابت رجالة عشان تعمل الشر مع الست دي. فوجئوا أثناء ما هم بيحاولوا يعملوا ده الباب خبط خبط جامد وراح اتفتح ولقوا البابا شنودة قدامهم. قال بنتي تعالي. طبعا ما قدروش فوق بالمنظر ده، فأخد البنت ونزل بيها وركبها عربية ومشي على الكاتدرائية على طول. الغريبة البنت وصلت الكاتدرائية لقيت قداسة البابا قاعد بيوعظ، فاستغربت أمال مين اللي نزلني ده. فمن ضمن الأوراق اللي بتبعتها لقداسة البابا بعتت ورقة بتقول له انت اللي جيت واخدتني من البيت الفلاني ولا حد تاني؟ طبعا الورقة راحت له وسط مجموعة من الاوراق اللي بيقراها، فبص للورقة وفتحها كده ووسط الاف من اللي قاعدين بص لها كده وعمل لها كده وطبق الورقة. ده جزء من كثير من الاحداث اللي بتحصل
في ناس ضد المعجزات وفي ناس ضد الظواهر دي وفي ناس بتقول، لكن احنا بنؤمن ان الله بيرعى اولاده وبيرسل قديسيه لانقاذهم ومساعدتهم اذا طلبوا. شكرا ليكم، ونشكر ربنا على انه اهدانا قديس اخر، هو القديس العظيم اللي موجود معانا حاليا، الانبا تودروس الثاني بابا الاسكندريه وكلارك الكنازه المقدسيه. نعمه كبيره جدا جدا، طيب جدا، حسن التدبير جدا، ربنا يديله نعمه ويكمل معاه ويفيدنا ببركاته. شكرا ليكم.